من فضلك سيب اللي في ايدك وركز معايا شوية، لازم تركز لان الطريقة الربحية في الحلقة دي مهمة وهتفرق معايا، وهتقدر تحقق منها ارباح كويسة جدا لما تفهم كل حاجة هتتعمل ازاي. الارباح هتوصل معاك ل1500 دولار والتحويل بنكي فورا. الطريقة سهلة وهتقدر تشتغل بيها من اي مكان ومن اي جهاز متوفر معاك، سواء بقى اندرويد او iOS او ويندوز. الشغل كله مجاني، مش محتاج تدفع اي حاجة عشان تبدأ الشغل ده، ولا محتاج اي مبلغ للاستثمار ولا تدفع اشتراك. ومش بس كده، هتعرف كمان الادوات المساعدة في تنفيذ الاستراتيجية، وكمان مش محتاج تقدم خدمات لحد او تبيع اي منتجات. من سهولة الاستراتيجية هيقدر اي حد ينفذها، حتى لو ما كانش ليك اي خبرة قبل كده في مجال الشغل اونلاين. هتفهم الاستراتيجية بالكامل وكل حاجة خطوة بخطوة بالتفصيل، هتعرف ازاي تنفذ الخطوات، وهتعرف ازاي تعرض شغلك ويكون نسبة التحويل عالية عشان تقدر تحقق المبلغ المستهدف 1500 دولار من الشغل ده. وطبعا مش هتحتاج اي خبرة او مهارات في اي مجال عشان تنفذ الخطوات اللي هتتعلمها في الحلقة. من فضلك ما تفوتش اي جزء في الحلقة، لان الاستراتيجية مهمة وممكن تفوت معلومات مهمة تفرق معاك في التنفيذ. اي موقع او ادوات هشرحها في الحلقة، اللينكات بتاعتها هتبقى موجودة في الحلقة نفسها، ومفيش اي لينكات هتبقى موجودة في الوصف. اي موقع مش هيفتح معاك او هتلاقي تسجيل مدفوع، يبقى الموقع ده غير مدعوم في بلدك، وبالتالي هتحتاج VPN عشان تقدر تسجل وتشتغل على الموقع. اهلا وسهلا بيكم على قناة اكسب اونلاين، حلقة جديدة وطريقة ربحية جديدة، ونكمل بعد الفاصل. قبل ما ابدا في شرح الموقع، عايزك تروح على موقع بنك باي بال، وهتلاقي اسم الموقع موجود قدامك. ومن هنا في الصفحة الرئيسية هتقدر تعمل حساب مجاني على البنك. ومهم جدا انك تعمل حساب على باي بال، لانه هينفعك في حاجات كتير. طالما انت ناوي تشتغل اونلاين، يبقى لازم يكون عندك حساب بنكي تسحب عليه فلوسك. ولو عايز تشتري برضو حاجة اونلاين، بنك باي بال هيكون افضل اختيار. يفضل الدفع من خلال باي بال، بدل ما تدخل معلومات الحساب البنكي بتاعك او معلومات الفيزا بتاعتك على اي موقع وتكون قلقان في الدفع من خلاله. لكن الافضل انك تدفع عن طريق باي بال، وكمان هتقدر تسحب فلوسك من اغلب المواقع الربحية عن طريقه، لان باي بال تقريبا مدعوم في اغلب المواقع الربحية، فبالتالي هيكون سحب فلوسك هيكون اسهل حل من خلال باي بال. هتروح بعد كده على موقع جوجل، وفي مربع البحث اكتب الكلمة دي Unbounce، واختار الموقع الرسمي لشركة Unbounce عشان تروح على الصفحة الرئيسية للموقع. ولو عايز تروح على الموقع على طول، هتلاقي الاسم قدامك بالكامل Unbounce.com، وده الموقع اللي هتشتغل من خلاله وهتقدر تحقق منه ارباح اونلاين. هتقدر تشتغل فورا على الموقع بمجرد ما تعرف الخطوات هتتعمل ازاي. موقع Unbounce عبارة عن موقع تسويق بيوفر ادوات وخطط واستراتيجيات للتسويق. طب انت هتسوق ايه بالظبط؟ ولا اي حاجة، بس خليك معايا. لما حد بيستخدم موقع Unbounce، ده غالبا حد عايز يسوق حاجة معينة، سواء بقى منتج او خدمة او ايا كان، وبالتالي عايز مبيعات اكتر وعائد اعلى. حضرتك اللي قدامك ده خطط التسويق الخاصة بموقع Unbounce بتبدأ من 90 دولار لحد 225 دولار، وطبعا الافضل في الامكانيات والاوفر على مستوى تحقيق الربح هي الباقة اللي ب 225 دولار. هدفك هو زيادة عدد المشتركين في الباقة دي، وطبعا لسه مش فاهم اي حاجة. انت دورك عشان تحقق الربح من خلال الموقع انك ترشح الموقع للفئة المستهدفة واللي خدمات الموقع تفرق معاهم وهيحققوا منها ارباح اكتر. يعني كل واحد هيشترك في الموقع وفي اي باقة من الخطط اللي الموقع بيوفرها، انت هتحقق ارباح بالشكل ده. اهم حاجة انك تعرف امكانيات ومميزات الحاجة اللي انت بترشحها. غير الكلام اللي شرحته من شوية عن منصة Unbounce، هي كمان بتوفر لاي حد امكانية عمل صفحات هبوط جاهزة. يعني برضو اللي هيشتغل من خلال المنصة وعايز يزود مبيعاته، مش محتاج خالص انه يكون محترف او عنده مهارات في الشغل اونلاين، لان صفحات الهبوط جاهزة ومش محتاج الموضوع اي مجهود عشان تتعمل. ده غير انك لما تشجع حد يشتغل على منصة Unbounce، هياخد خصم 20% لمدة 3 شهور. يعني مفيش احسن من كده. وكده المفروض انك فهمت وعرفت امكانيات ومميزات المنصة.
وبالتالي هتقدر ترشحها للمستهدفين. طب دلوقتي مين هم المستهدفين وكمان ازاي هقدر ارشح المنصة؟ زي ما قلت في الاول، المنصة تعتبر اداة تسويق مهمة، واي حد عايز يزود المبيعات بتاعته وبالتالي الارباح هيبدأ يشتغل من خلال منصة انباونس في عمل صفحات الهبوط الجاهزة. ده غير ان المنصة بتودي ترافيك مجاني وعالي للمنتجات بتاعتك، يبقى اي حد شغال على بيع المنتجات او الخدمات اونلاين ده بالتحديد اللي هتستهدفه. انت ممكن اسهل طريقة تروح على المنتديات الاجنبية زي كورة وريديت، وتقدر في مربع البحث وليكن مثلا تجرب في موقع كورة، هنكتب how to design a landing page عشان تعرف مين بيدور على تصميم صفحات الهبوط. وطبعا من ضمن المستهدفين اللي بتدور عليهم هما الناس اللي عايزة تصمم صفحات هبوط، لانه اكيد عايز يعملها عشان يسوق لخدمة او منتج، وهو ده بالتحديد اللي هتشارك معاه رابط الافلييت اللي هتاخده من موقع انباونس. وخد بالك انت هتستفيد كتير من الاستراتيجية دي، اقول لك ازاي. انت العمولة بتاعتك هتكون 20% شهريا من اللي بيدفعه اي ريفرال، يعني كل واحد هتجيبه هتاخد عليه $45. وطبعا طول ما هو شغال على انباونس وبيدفع شهريا، انت هتفضل تاخد نسبتك طول ما هو موجود على المنصة. يعني مجرد ما تجيب العميل مرة واحدة وخلاص، مش مطلوب منك اي حاجة تاني غير انك تاخد نسبتك شهريا من المنصة. تخيل كده الارباح اللي هتقدر تحققها بالشكل ده ومن الاستراتيجية دي. يعني لو جبت 10 مثلا بس في اسبوع هتاخد $450، وكمان هتضمن انك هتاخد زيهم كل شهر، وطبعا ده من 10 افراد بس. لكن لو العدد زاد برضو الارباح هتزيد، وزي ما قلت لك هي مرة واحدة بس هتجيب العميل وبعد كده هتاخد نسبتك. طبعا مشاركة رابط الافلييت مش شرط يكون في منصة كورة او ريديت، بس انت تقدر برضو تشارك الرابط في مواقع التواصل الاجتماعي، وانت عارف اصلا امكانيات المنصة ومين الفئة المستهدفة، وبالتالي اي حاجة هتقابلك هتقدر تعرف هل الفئة دي مهمة ولا لا. ودي اهم خطوة، انك تبحث عن العميل المستهدف لانه هو ده اللي هيدفع لك شهريا. طب كده انت عرفت كل حاجة ما عدا خطوة التسجيل ورابط الافلييت. عشان كده يلا روح على الصفحة الرئيسية في موقع انباونس، هتنزل لاخر الصفحة وهنا تحت كلمة company هتلاقي partner program، اضغط عليها عشان تروح للصفحة دي. بيوضح هنا انك هتكسب 20% من كل ريفرال هتجيبه، وبيلخص شغلك على الموقع في خطوتين. الاولى انك هتشارك رابط الافلييت الخاص بيك مع العملاء المستهدفين اللي عرفت بالتحديد هم مين وهتوصل لهم ازاي، وكمان الاحالات اللي هتجيبها هتاخد خصم من الموقع 20% اول 3 شهور. يعني تقدر تشجع العملاء من خلال النقطة دي كمان، وان العميل لو دخل على الموقع من غير الرابط الخاص بيك هيدفع اكتر، لكن لو سجل من خلالك هياخد خصم 20%. وتاني خطوة انك هتاخد ربح 20% في كل شهر من اللي العميل هيدفعه، وبالتالي مش مطلوب منك اي حاجة بعد ما العميل يدخل الموقع وياخد الباقة اللي هو عايزها. من الصفحة دي اضغط على المربع الازرق ده، من الصفحة دي هتلاقي ابليكيشن عشان تملاه، وكلها بيانات عامة وبسيطة خاصة بيك عشان تفتح حساب على الموقع. وبعد ما تخلص كل البيانات دي اضغط هنا next عشان يبعت على الايميل رابط تفعيل الحساب، ولو ما بعتش رابط التفعيل خليك عارف ان الحساب مش متوافق عليه، وتقدر تحاول تاني من خلال VPN، ولما يتوافق عليه هتدخل على الصفحة الرئيسية للحساب وهتكون بالشكل ده. من القائمة دي هتقدر تتحرك في الحساب بتاعك وتوصل لكل حاجة، سواء بقى عدد الريفرال والاشتراكات بتاعتهم، وهنا الروابط، وهنا اداء رابط الافلييت من حيث بقى عدد المشاهدات والكليكات ومعدل التحويل بين عدد اللي بيشوفوا اللينك وعدد اللي بيضغط عليه. وبكده تقدر تعرف ايه افضل الاماكن لمشاركة لينك الافلييت بتاعك. الربح من موقع انباونس مضمون بشكل كبير، بس هيحتاج منك شغل ومجهود عشان تلاقي نتيجة في الاخر، وهيبقى فعلا العائد كويس جدا، وخصوصا انك مش هتخسر اي حاجة لما تحاول تطبيق الاستراتيجية. هستنى اعرف ردودكم وخبرتكم في التسجيل والشغل في التعليقات. دمتم بخير ونشوفكم الحلقة الجاية.